ايضا امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن سعادته بوجوده وسط ابنائه من مقاتلي القوات المسلحه المصريه شرق قناه السويس على ارض سينا الغاليه، وكتب عبر حساباته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي وقال انه فخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي. لسه بنتكلم يا جمانة عن سينا وارض سينا الغاليه، لان امبارح كمان القوات المسلحه احتفلت بذكرى انتصارات العاشر من رمضان. ومن الاخبار ايضا التي حدثت بالامس ان دكتور مصطفى مدبولي دوله رئيس الوزراء تابع موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وقال في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري، سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سينا الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي. امبارح قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إننا نحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان، ذلك اليوم اللي حققت فيه العسكرية المصرية نصراً عظيماً أعاد أرض سيناء وكرامة الأمة العربية بأكملها. وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحية إلى شعب مصر وأبطاله، ورحم الله شهدائنا الذين قدموا أرواحهم لتعيش بلادنا في فخر وعزة وسلام. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وده بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية، وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائي السريع أو غيرها من المشروعات، وقال إنه هيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالي الحالي على أن يستكمل الباقي خلال العام المالي القادم. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتقديم موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر إبريل الجاري بدلاً من شهر مايو 2023، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وإنه امتحانات الترم الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد في موعدها المحدد في 6 مايو 2023.